نرحب مرة أخرى بمشاهدينا ومتابعينا عبر منصات سكاي نيوز عربية. نواكب من هنا معكم فعاليات افتتاح إكسبو 2020. سيرافقنا فيصل أيضا في هذه النافذة من التغطية ضيفنا في الاستوديو الإعلامي الأسترالي في راديو فيرجن كريس فايد. كريس كان له يعني تجربة طويلة جدا في الإمارات وسيحدثنا عنها أيضا. بالطبع. إذا مشاهدينا، يأتي إكسبو 2020 بطابع فريد في نسخته الحالية بدولة الإمارات. تتجلى رمزية هذا الحدث في دور المنطقة منذ القدم في الربط بين الشعوب وأيضا الثقافات. شونتال، في هذه المتابعة فيصل نقترب أكثر من إكسبو 2020، نتعرف على بعض ما ينفرد به عن سابقاته من المعارض أيضا. إذا نجدد الترحيب بضيفنا هنا في الاستوديو الإعلامي الأسترالي في راديو فيرجن هنا في دبي، كريس فايد. أهلا بك كريس إلى سكاي نيوز عربية وهذه التغطية في هذا اليوم التاريخي هنا في دبي. Thank you. شكرا لك. كشخص عاش هنا في الإمارات لأكثر من 13 عاما، وجود هذا المكان الفريد، ما الذي يضيفه لجمال أصلا للإمارات؟ This place هذا المكان like no other country متميز ويختلف عن أي دولة أخرى في العالم. عندما جئت إلى هنا من 13 عاما، أذكر أنني عندما غادرت أستراليا كنت أتساءل ما الذي تحققه دبي وكيف تختلف عن الآخرين. وبعد ذلك كان هناك الكثير من المعلومات، لكن لم يكن متاحا الكثير من المعلومات آنذاك، واكتشفت أنهم يشيدون برج خليفة، أكبر برج في العالم، وها هنا الآن معكم في عام 2021، والإكسبو يعقد هنا. المدينة هذه بها كل شيء، وتسمعون من الآخرين ومن الأصدقاء ومن شتى أنحاء العالم، يرون ما نقوم به وما نحققه هنا في دبي. كل ثقافة، كل الثقافات والأديان موجودة هنا، وكل أنواع الطعام. لدينا شواطئ، ولدينا خط السماء الرائع، ولدينا المباني المميزة، وكل هذا نقوم بذلك بأفضل طريقة ممكنة. هذا كله كريس، ولم نعش بعد تجربة إكسبو، يعني إكسبو 2020 سينقل من عاش في هذا البلد طوال هذه السنوات، يعني حضرتك 13 عام. اليوم نبدأ مرحلة جديدة، برأيك ما الذي ينتظره أبناء هذا البلد بداية والعالم؟ يعني العالم كله ينظر إلى إكسبو الآن. حقيقة هذا هو الأمر الأهم بالفعل. منذ 8 سنوات عندما كنا نستعد لإكسبو 2020 كنت أقدم ذلك في محطة راديو الإذاعية، وكنا عندما سمعنا بالخبر بأن دبي فازت بشرف استضافة الإكسبو، بالفعل هذا جعلنا سعداء للغاية. عندما سألت الأشخاص المختلفين والسكان ما هو الإكسبو، لم نكن نعرف آنذاك كيف سيكون إكسبو 2020. الآن ننتقل إلى عام 2021، لم نحقق فقط كل هذه الإنجازات الضخمة، بل هي بداية وانطلاقة جديدة. أصدقاء من شتى أنحاء العالم يقولون الآن نفهم ما تجسده دبي، نرى هذه البنية التحتية الرائعة والمباني ومختلف الدول الموجودة من شتى أنحاء العالم ممثلة هنا، وتدرك حقيقة ما تجسده دبي. الآن نحن نقدم للعالم ما نجسده من قيم، والناس تابعوا ذلك على إنستغرام وعلى غيرها وفي الأخبار، وأصدقائك ربما أخبروك عن ذلك، لكن إكسبو 2021 هو نقدم فيه للعالم ما يمكن لدبي أن تعرضه حقيقة، وأنا متحمس للغاية لمتابعة فعالياته. نعم كريس، في كثير من الدراسات التي أجريت في الشرق الأوسط كانت دائما دبي هي المحطة التي يرغب بها الشباب لكي يبدأوا فيها فرصهم، يبدأوا فيها حياتهم. لكن بالنسبة للأشخاص حول العالم، كيف ينظرون لدبي خاصة في ظل حدث فريد وتطور سريع تشهده الإمارات؟ أعتقد أن ما يحدث الآن عالميا، وأنا أتحدث مع كل أصدقائي خاصة بكل ما مررنا فيه في فترة الجائحة، هذه الدولة قد تعاملت مع الجائحة أفضل من أي دولة أخرى في العالم. أنا كمواطن أعيش هنا أخبر أصدقائي، لدي الكثير من الأصدقاء في أمريكا والكثير في المملكة المتحدة وأستراليا بالطبع وآسيا، كلهم يمرون
آلية التكيف مع هذه الجائحة، لكن نحن هنا نعيش مع حالات إصابة منخفضة للغاية، وأكثر من 90% من السكان تلقوا اللقاح، كل الأماكن مفتوحة، نحن نعيش حياتنا بشكل عادي، نذهب إلى النوادي وإلى مراكز التسوق، وعادت الحياة إلى طبيعتها، المدارس أيضا افتتحت رسميا. إذن الناس الآن يتطلعون وينظرون إلينا من الخارج ويقولون هنا يمكن أن نتواجد في دبي، ينبغي أن نذهب إلى دبي وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عندما يكون الطقس رائعا في الشتاء أيضا لدي ابنتان، وبالطبع تستطيع الذهاب إلى مراكز التسوق بمفردهما. المدن في الدول الأخرى تعاني، وهناك ارتفاع في معدلات الجرائم، وما زالت الجائحة تتزايد في بعض الدول، لكن هنا نرى أن مختلف الناس يأتون من شتى أنحاء العالم إلى هنا يذهبون في هذه التجربة. شكرا جزيلا على مشاركتك وأيضا على تجربتك اللي أطلعتنا عليها في سكاي نيوز عربية. كريس فايد أو فهد، لأنك لبناني الأصل، حضرتك الإعلامي الأسترالي في راديو فيرجن. شكرا.